نحن نميل إلى استخدام كلمة نرجسي لوصف الشخص الذي يعتبر نفسه محور الكون والذي يفتقر إلى تعاطف، لكن من المهم أن نتذكر أن اضطراب الشخصية النرجسية أو بما يعبر عنه بالـ NPD هو حالة صحية عقلية مشروعة تتطلب التشخيص من قبل أخصائي الصحة العقلية. ومع ذلك يمكن لبعض الناس إظهار بعض الخصائص النرجسية دون أن يكون لديهم اضطراب الشخصية النرجسية، وهذه الخصائص قد تشمل الآتي: وجود شعور متضخم بالذات، الحاجة إلى الثناء المستمر، الاستفادة أو استغلال الآخرين، عدم الاعتراف باحتياجات الآخرين أو الاهتمام بها. وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الـ NPD أو الميول النرجسية حساسين جدا للنقد على الرغم من التقدير المرتفع لذواتهم. سنقدم لك في هذه الحلقة بعض الطرق العملية للتعامل مع شخص يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية أو ربما لديه بعض الميول النرجسية. مرحبا بكم أيها الرائعون في حلقة جديدة مع مروان بن حفصية عبر منصة أوديولابي. يمكنك دائما الاستماع إلى محتوى هذه الحلقة في صيغة صوتية عبر تطبيق أوديولابي الذي يمكنك تحميله مجانا عبر جوجل بلاي وأب ستار. وقبل الاستمرار في متابعة هذه الحلقة، ننصحك بمشاهدة الحلقة السابقة والتي تحدثنا فيها عن علامات الشخصية النرجسية عبر هذه البطاقة المنبثقة أو عبر الرابط في صندوق وصف هذا الفيديو. النصيحة الأولى: تجاوز مظاهرهم وانظر إليهم على حقيقتهم. سوف تجد أولئك الذين لديهم شخصية نرجسية جيدون في ممارسة السحر الخاص بهم. قد تجد نفسك منجذبا إلى أفكارهم ووعودهم العظيمة، وسوف تجد هذا شائعا في بيئة العمل. لكن قبل أن تنجذب إليهم، شاهد كيف يعاملون الناس عندما لا يكونون تحت الأضواء. إذا قبضت عليهم وهم يكذبون أو يتلاعبون أو لا يحترمون الآخرين بشكل صارخ، فلا داعي للاعتقاد بأنهم لن يفعلوا الشيء نفسه معك. بغض النظر عما قد يقوله النرجسي، فمن المحتمل أن تكون رغباتك واحتياجاتك غير مهمة بالنسبة له، وإذا حاولت طرح هذا معه فقد تواجه مقاومة من طرفه. الخطوة الأولى في التعامل مع شخص لديه شخصية نرجسية هي ببساطة قبول حقيقة أنه ليس هناك الكثير مما يمكنك القيام به لتغيير ذلك. النصيحة الثانية: أبطل تعويذتهم وتوقف عن التركيز عليهم. عندما تكون هناك شخصية نرجسية في الغرفة، فإنه سيسعى إلى جذب الانتباه بأي طريقة، سواء كان اهتماما سلبيا أو إيجابيا. يعمل الأشخاص ذوي الشخصيات النرجسية بجد لإبقاء أنفسهم في دائرة الضوء. إذا كنت تنتظر استراحة في سلوكهم الساعي إلى جذب الانتباه، فقد لا يأتي ذلك أبدا. وبغض النظر عن مدى تعديل حياتك لتناسب احتياجاتهم، فلن تكون كافية أبدا. إذا كان عليك تعامل مع شخصية نرجسية، فلا تسمح لها بالتأثير على إحساسك بالذات أو تحديد عالمك. أنت أيضا مهم. ذكر نفسك بانتظام بنقاط قوتك ورغباتك وأهدافك. تولى المسؤولية واستقطع بعضا من وقتك. اعتني بنفسك أولا، وتذكر أنه ليس من وظيفتك إصلاح شخصية نرجسي. النصيحة الثالثة: تحدث عن نفسك. هناك أوقات يكون فيها تجاهل شيء ما أو مجرد الابتعاد عنه هو الرد الأنسب، لذلك اختر معاركك. لكن هذا يعتمد على نوع العلاقة. على سبيل المثال، قد يتطلب التعامل مع رئيسك في العمل أو أحد الوالدين أو الزوج استراتيجية مختلفة عن التعامل مع زميل في العمل أو شقيق أو طفل. يستمتع بعض الأشخاص ذوي الشخصيات النرجسية بجعل الآخرين يرتبكون. إذا كان الأمر كذلك، فحاول عدم الشعور بالارتباك والإزعاج بشكل واضح، لأنك إن لم تتصرف على هذا النحو سيحثهم هذا على الاستمرار. إذا كنت مضطرا لإبقاء أحدهم قريبا منك، فعليك أن تصارحه. حاول القيام بذلك بطريقة هادئة ولطيفة. يجب أن تخبره كيف تؤثر كلماته وسلوكه على حياتك. كن محددا ومتسقا بشأن ما هو غير مقبول وكيف تتوقع أن تعامل. لكن أعد نفسك لحقيقة أنه ببساطة قد لا يفهم أو لن يهتم. النصيحة الرابعة: ضع حدودا واضحة. غالبا ما يكون الشخص ذو الشخصية النرجسية منغمسا في نفسه. قد يعتقد بأنه يحق له الذهاب إلى حيث يريد، أو أن يتطفل على أمورك الشخصية أو إخبارك بما يجب أن تشعر به أو تفعله.
أو ربما يضغط عليك للتحدث عن أشياء خاصة في مكان عام. قد يكون لديه أيضا احترام ضئيل لمساحتك الشخصية، لذلك يميل إلى تجاوز الحدود. لهذا السبب يجب أن تكون واضحا تماما بشأن الحدود التي تهمك، وهدد بالعواقب التي من الممكن أن تحدث نتيجة لتجاوزه لهذه الحدود. فقط تأكد من أنه ليس تهديدا كاذبا، تحدث عن العواقب فقط إذا كنت مستعدا فعلا لتنفيذها، وإلا فلن يصدقك في المرة القادمة. النصيحة الخامسة، توقع منه أن يسحبك للوراء. إذا وقفت في وجه شخص لديه شخصية نرجسية فيمكنك توقع رده بمجرد تحدث ووضع الحدود. قد يعود ببعض المطالب الخاصة به، قد يحاول أيضا التلاعب بك ليشعرك بالذنب أو أن يجعلك تعتقد بأنك شخص غير عقلاني ومتحكم، وقد يجرفك للشعور بالتعاطف تجاهه. كن مستعدا للتصدي لمحاولاته اليائسة ليشعرك بالذنب. إذا اتخذت موقفا دفاعيا هذه المرة فلن يأخذك على محمل الجد في المرة القادمة. النصيحة السادسة، تذكر أنك لست مخطئا. من غير المحتمل أن يعترف الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية بالخطأ أو يتحمل مسؤولية إيذائك. بدلا من ذلك فهو يميل إلى إسقاط سلوكياته السلبية عليك أو على شخص آخر. قد تميل إلى الحفاظ على السلام من خلال قبول اللوم، ولكن لا يتعين عليك التقليل من شأن نفسك لإنقاذ غروره. أنت هنا تعلم الحقيقة، فلا تدع أي شخص يأخذ ذلك منك. النصيحة السابعة، ابحث عن نظام دعم. إذا لم تتمكن من تجنب هذا الشخص النرجسي فحاول على الأقل بناء شبكة علاقات داعمة. إن قضاء الكثير من الوقت في علاقة مختلة مع شخص لديه شخصية نرجسية يمكن أن يتركك مستنزفا عاطفيا. أعد إحياء الصداقات القديمة وحاول رعاية صداقات جديدة مثمرة. اجتمع مع العائلة أكثر. إذا كانت دائرتك الاجتماعية أصغر مما تجعلك مكتفيا فحاول الانضمام إلى دورة لتعلم مهارات جديدة. كن نشطا في مجتمعك أو تطوع لمؤسسة خيرية محلية. افعل شيئا يسمح لك بمقابلة المزيد من الأشخاص الذين تشعر بالراحة معهم. النصيحة الثامنة، الإصرار على العمل الفوري وليس الوعود. الأشخاص ذو الشخصية النرجسية جيدون في تقديم الوعود، يعدون بفعل ما تريد وعدم القيام بما تكره، يعدون بشكل عام بعمل أفضل. قد يكونوا صادقين حتى بشأن هذه الوعود، لكن لا تخلط بين الأشياء، فربما هذا الوعد وسيلة لتحقيق غاية في أنفسهم. بمجرد أن يحصلوا على ما يريدون سيختفي الدافع. لا يمكنك الاعتماد على مطابقة أفعالهم لكلماتهم. أطلب ما تريد وأصر على أنك لن تلبي طلباتهم إلا بعد أن يفوا بطلباتك أنت. وقبل أن ننهي إليكم قصة في هذا السياق، يروي أحدهما القصة التالية على منصة ريدت. أثناء دراستي الجامعية تقاسمت غرفتي مع أحد أكثر الأشخاص النرجسيين الذين قابلتهم على الإطلاق. كنا أصدقاء، وقد اعتاد أن يطلب مني تقديم خدمات صغيرة له، مثل هل يمكنك أن تشتري لي شيئا من المتجر وما إلى ذلك. وفي المقابل كنت قد طلبت من صديقي هذا أن يقدم لي بعض الخدمات الصغيرة، لكنه لم يقم بها أبدا. كان يخبرني دائما بأنه مشغول جدا، أو ببساطة لم يكن يشعر بالرغبة في القيام بذلك. لذلك وجدت نفسي مضطرا لأسأله مرة، لقد كنت أقدم لك الكثير من الخدمات لك منذ تقاسمنا الغرفة، لكنك لا تساعدني أبدا عندما أطلب منك ذلك، ألا تعتقد أن هذا غير منصف؟ وكان رده كالآتي، في المستقبل سأكون غنيا جدا وقويا، وربما ستأتي إلي للحصول على المساعدة، وستطلبها مني بشكل منتظم. أظن بأن الأمر عادل والأمور بيننا متساوية، أنت تساعدني الآن في مقابل كل المساعدة التي ستحتاجها مني في المستقبل. يمكنك أن تقترح عليهم فكرة الحصول على مساعدة طبية احترافية، لكن لا يمكنك جعلهم يفعلون ذلك، إنها مسؤوليتهم تماما وليست مسؤوليتك. وتذكر دائما في حين أن الـMPD أو اضطراب الشخصية النرجسية هي حالة صحية عقلية، فإنه لا يبرر السلوك السيء أو المسيء. هل صادفت في حياتك شخصا يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية وكانت لك معه تجربة معينة؟ شاركها معنا في قسم التعليقات، وسوف يسعدنا إعجابك بالحلقة
واشتراكك بقناتنا. كونوا بخير، إلى اللقاء.